بسن ال 15 وصل وزني لفوق ال 110 كيلو، من بعدها بطلت قيس وزني لاني كرهت المرحله اللي تركت حالي اوصلها، صرت انزل على النادي اتمرن، وهنيك تعرفت على عالم المنشطات اللي بتجي على هيئه حبوب او ابر، كانوا ياخدوها كتير في النادي عشان يكبروا عضلاتهم يخسروا وزن بسرعه. كان مغري جدا اني اخذ لانه بدي بدل جسمي بفتره قصيره، لكن لما بحثت عن موضوع المنشطات ولقيت انها بتسبب الادمان بسبب تأثيرها الكبير على النفسية بدلت رأيي، والادمان عليها له آثار سلبية كبيرة، تبدأ من زيادة حب الشباب في الظهر والوش حتى سرطان الكبد وأورام في الكلى. ولقيت انه الكثير من مدمنين المنشطات بيعانوا من مشكلة تضخم عضلة القلب اللي ممكن تؤدي إلى ذبحة قلبية. بدي اياكم تعرفوا انه كتير عالم قدرت تبدل جسمها بدون استخدام المنشطات، وانا واحد منهم. لا تاخذ الطريق السريع لانه ممكن يؤدي لموتك.